وهذا الجو الأخوي اللي دازت فيه هذا اللقاء. وهنيئا أولا الثقة المولوية بتعيينكم رئيس الحكومة، وحنا متفائلين بالنسبة للنجاح ديالكم في هذه المهمة. بغيت كذلك نهنيكم كرئيس ديال التجمع الوطني للأحرار على هذا النجاح الكبير اللي حقق الحزب في هذه الاستحقاقات، هذه النجاحات اللي هي نجاحات مستحقة. والعمل اللي قمتوا به في هذه السنوات الأخيرة لإعادة الهيكلة ديال الحزب، لتموقع جديد ديال الحزب، للحملات انتخابية متميزة اللي قام بها الحزب واللي كيبرر هذه النتائج اللي الحمد لله وصلتوا لها. هنيئا السي عزيز، وهنيئا كذلك للأطر والفعاليات ديال الاتحاد ديال التجمع الوطني التجمع الوطني اللي قاموا لأول مرة بواحد العملية من هذا الحجم بالنسبة للأحزاب الوطنية المغربية، وهذه كنظن أنها سابقة وكيخصنا كنا اليوم نتعاملوا ونتعاونوا باش هذه المرحلة الناجية تكون إن شاء الله مكللة بالنجاح. كما كتعرفوا احنا عندنا علاقات تاريخية ما بين الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، علاقات كتربطنا نفس المبادئ، كتربطنا نفس التوجهات، وكتربطنا كذلك الصداقات اللي عندنا على مختلف مستويات ديالنا. وسبقنا أننا درنا واحد المسيرة مشتركة لعدة مرات وتقاسمنا نفس التوجه ونفس المبادئ اللي احنا متشبتين بها، واللي هي القيم ديال المواطنة وديال خدمة الوطن. وحنا في هذا اللقاء الأخوي اللي كان عندنا مع السيد رئيس الحكومة برهنا على الاستعداد ديالنا باش نكونوا كذلك نساهموا في هذه المرحلة الفاصلة اللي احنا مقبلين عليها. انتظارات كبيرة هذه الفترة، كان نهي واحد الفترة ديال الجائحة والانعكاسات ديالها، وغادي ندخلوا كذلك في واحد المرحلة جديدة على ضوء هذا النموذج التنموي الجديد اللي الهيئات السياسية كلها كتقاسم المبادئ الكبرى ديالو. وحنا طبعا دائما مستعدين باش نواصلوا هذا الالتزام ديالنا مع الإخوان ديالنا في التجمع الوطني كيفما كانت الموقع، كيفما كانت المسؤوليات اللي كيشوفوها تناسب هذه المرحلة اللي احنا مقدمين عليها. فمرة أخرى هنيئا سي عزيز ثقة مولوية، وهنيئا كذلك بهذا العمل الجبار اللي قام به واللي قاموا به الإخوان ديال التجمع الوطني للأحرار، وهنيئا لكم. شكرا. إذا سمحتوا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.